الشارع وفي كل حارة، ناس غنية وناس حيارة. في كل شارع وفي كل حارة، ناس غنية وناس حيارة. واللي كان ساكن في حارة ونفسه يسكن له في عمارة، فجأة يلعب بالفلوس وتسأله يقول لك شطارة. وتغيرت أحواله ولا يمكن يوم ينسى من اللي ضيعها. واللي غني وراح ماله وتغيرت أحواله ولا يمكن يوم ينسى من اللي ضيعها. حس بذنبه وغلطته وتابع عن كل حاجة في حياته ودنيته. واللي خاف من آخرته وحس بذنبه وغلطته وتابع عن كل حاجة في حياته ودنيته. اه حسن، ايه الاخبار؟ انت كلمتني في حاجه في المكتب؟ اه لا لا، انا كنت سهران امبارح شويه. لا ما فيش حاجه. طيب ماشي اوكي، خلاص هكلمك بعدين. سلام. مش ممكن انسى اليوم اللي اتحكم فيه في قضيه الارض بتاعت ابويا. حرام اللي بيحصل ده، حرام والله حرام. ايه ده يا صلاح، قدر الله ما شاء فعل. لا 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 لا، ربنا ما رضاش بكده. احنا اللي بنعمل في نفسنا كده. عايزين يقطعوا تزنيتنا يا سعاد، عايزيننا نخلص خالص، ما نتكلمش. انا اديت البلد دي كتير، لا
لكن ما بيحوقش فيهم، ما يستاهلوش. لا يا بابا لا، روحك كده يا بابا، مش هنعرف نعمل حاجه طول ما انت عصبي بالشكل ده. اهدى عشان نعرف نفكر. نفكر احنا المفروض خلاص فكرنا. سرقوا الارض يا احمد، سرقوا مستقبلنا، سرقوا حياتنا، سرقوا عمر اللي راح. لا لا في ايه يا بابا بتزعق ده ليه؟ في ايه؟ ابوك خسر القضيه بتاعت الارض. ايه؟ اهدى يا محمد اهدى، ما حصلش حاجه، ان شاء الله ليه حل. يا بابا احنا مش هنسكت، هنقف معاك، هنطعن في الحكم، وربنا ما يرضاش بالظلم، اكيد هينصرنا. ده لو في بلد بتفهم الظلم من العدل، دي بلد ما تعرفش حاجه. خلاص يا ابني الموازين اتقلبت، خلاص. لا 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 لا، انا ممكن يجرى لي حاجه، انا لازم ادور على حاجه. لا انا ممكن اموت فيه. اهدى بس يا بابا اهدى. بالراحه بس، ارتاح. ايه؟ انا لازم ادور على حاجه. مش هنسى ازاي ابوك فضل واقف قدام مجلس الشعب، أبوك اللي عمري ما شفته غير هو ببدلته وعلى مكتبه، بقى نايم في الشوارع ليل ونهار عشان حقه. قد ما حسيته بعد عننا فجأة، قد ما كبر في نظري قوي. بس أنا كان كل همي إن أرجع أقف في وش الكذاب اللي كان عارف من الأول اللي عمل فيها صاحبي وعمل فينا كده، طارق الشمرلي. طارق الشمرلي. صباح الخير، زي المزاج؟ اتفضل اقعد يا عبد الرحيم. خير. انت تعرف واحد اسمه محمد رجب وبيقولوا له مودي؟ اه، ده عمه عبد الفتاح رجب بتاع الاسمنت، واد صايع وبتاع مشاكل، كل شهرين ثلاثة يجي بجنحة، عمه وعيلته كلها مش طايقينه. وخليته يخطف حسام، مش كده؟ ليه عملت كده يا عبد الرحيم؟ ما انت ما رضيتش تقابله من الاول يا محمود، وبعدين خفت اللي يكون معاه حاجه ويهددنا بيها. بعدين انت مش من الاول عايز تخلص منه؟ زعلان ليه بقى؟ زعلان؟ زعلان انت عشان هتوديني في داهيه وهتودي فرح في داهيه. اللي اسمه مودي ده سرق العقد العرفي وبيهددني بيه يا عبد الرحيم. بتضحك على ايه؟ ايه ده؟ زعلان على العقد يا محمود؟ ولا تزعل نفسك. هقول لك العقد بتاعك اهو. مودي ده صرصاره في عصب برجلي وفرح بنتي يا محمود، مش ممكن اعمل حاجه تاذيها ابدا. ما قلتليش من الاول ليه يا عبد الرحيم؟ قلتليش يعني من الاول ليه؟ يعني انت كنت في ايه ولا في ايه؟ بس انا مش عارف، انت عرفت الكلام ده ازاي؟ حسام جاني امبارح هنا بالليل. ما تتكلم يا ابني، مين سمح لك بالدخول؟ انا مش فاهم. اهدى يا محمود بيه، اهدى. ما انت لو سمعتني وعرفت انا جاي ليه مش تعمل كل ده. اسمعني. اتفضل اتفضل اتفضل. كده برضه يا باشا، هي دي اخرتها؟ عايز تموتني؟ تموت جوز بنتك وتخلي الكلب اللي اسمه مودي ده يخطفني عنده في الاسطبل. مودي مين يا ابني؟ اه شكلك ما تعرفش. يبقى القناوي اكيد هو اللي يعرف. محمود خد العقد بتاعنا وفرح وادالي القناوي. بقول لك ايه؟ ما تلعبش عليا، انا بقول لك اهو. العقد اللي بعت لي صورته لو ما طلعتش بالاصل بتاعه انا فعلا هدفنك بالحياه. يا باشا الاصل بتاعه محمودي. محمود اللي خد من الاصل ادالي القناوي وقال ان هو هيساومك عليه، لو انت ما دفعتش القناوي هو اللي هيدفع. عارف كل ده ليه يا باشا؟ عشان انت ما رضيتش تقابلني من الاول، مع اني كنت هقول لك والله، انا كنت ناوي اقول لك ان انا وفرح متجوزين. نيلته امتى؟ يعني من كام شهر كده. طيب عايز ايه يا حسام؟ طلباتك ايه؟ والله يا باشا انا ماليش طلبات، انا تمام ومرضي قوي. بتهيألي انت بقى يعني طالما عرفت حاجتك فين ومع مين تتصرف وتجيبها. المهم ان فرح ما يحصلهاش حاجه بسببي. ما يحصلهاش حاجه؟ امال اللي حصل لها ده ايه؟ انت ما شفتهاش؟ يا باشا انا مالي؟ هي كانت راكبه ورا احمد قاسم، خدها من ورايا عشان ينزلها على مصر. والمخدرات اللي بدمها هو اللي اداها لها برضه؟ امال انت اتجوزتها ليه؟ عشان احمد قاسم برضه؟ باشا انا ما اعرفش حاجه عن موضوع المخدرات، لا مخدرات احمد قاسم ولا المخدرات بتاعت فرح. امال مين اللي يعرف؟ القناوي ولا موجي برضه؟ والله يا باشا انا مش عارف، بس انا حقي هجيبه، يعني هجيبه.
انا مش ممكن اسيب فرح مراتي وابني، ابني اللي انا لسه ما شفتوش. انت عرفت، عارف يا حسام يا مصري، لو طلعت بتكذب عليا انت هتتمنى لو كنت موتتك من الاول. بلاش شغل تلات ورقات ده معايا، قول لي من الاخر انت عايز ايه. اوعى تفهمني انك خايف على فرح. انا عايز الكامب يا باشا. ايه رايك؟ رايي انه ذهب الوصايع، بس سيبك منه خليه يدور، يمكن يلاقي حاجه تنفعنا. وفي النهايه هو كده كده لابسها. انت كنت تعرف ان مودي جوز امه؟ طبعا. وانه بتاع مخدرات وكان مصاحب احمد قاسم لحد قبل ما يموت؟ لا دي بقى ما اعرفهاش. ايوه، انت في حاجات كتير ما تعرفهاش، وعشان كده لازم ادور على حد تاني غيرك. انت هتغرقني مش هتطلعني من البحر. يعني ايه يا محمود؟ يعني ايه حد غيري يهون عليك العشره برضو اللي بينا؟ وبعدين انا بعمل كل ده ليه؟ مش عارف، انت اللي هتعرف. ولا اقول لك، كله حيبان، كله حيبان. تضامنا مع احمد قاسم. مش حلوه. كلنا احمد قاسم مباشره. احمد قاسم ضحيه الفساد. طويله حبتين. لا كده هو بقى، انا تعبت، انا بقالي ساعتين قاعده قدام الكمبيوتر عماله اقول لك في اسماء وانت مش وافق عليها. تعال اقعد مطرحي وشوف انت عايز تسميه ايه. احمد قاسم بقى رمز الصمود، احمد قاسم غيره ملوش وجود، سميه سيد على اسم خاله، انت حر. انا ورايا طبيخ اعمله. ماشي؟ طبيخ ايه يا طبيخ ايه؟ وانت عارف طبخ اصلا؟ انت فاشله في الطبيخ اصلا. ما انا ما هتطبخي بقى، اعملي فاصوليا، فاصوليا ناشفه. هو ايه بقى اصلا؟ هو بني ادم، بني ادم، مواطن، مواطن مصري، مواطن مصري. احمد قاسم مواطن مصري. اي حد مواطن مصري؟ المواطن المصري اكس. طب ما هو اكس، المواطن المصري اكس. داليا افتحي، افتحي يا داليا، اطبخي يا داليا، انشري يا داليا، اغسلي يا داليا، ناقص تقول لي ارقصي يا داليا. ايه ده، في ايه مالك؟ يا كريم في ايه؟ صداع طارق هيفرت من مخي. اعمل لك لبخه؟ لبخه ايه يا لبخه انت؟ ايه ده؟ انت جبت ده من عند مودي؟ ده نشوء ده هون؟ نشوء؟ روح اعمل لي قهوه بسرعه يلا. كان لازم اخد منه كمان عشان اسبك عليهم الدور. تعالى ريح شويه، تعالى. يا عم استنى بس اريح. ايه؟ انا عرفت ايه علاقته بأحمد قاسم. يلا بقى، أنت خايف ولا إيه؟ لا خايف من إيه يا معلم؟ القعدة جميلة والناس زي الفل والحياة حلوة يعني. أنا بحسب لحسن صاحبك إكس ده ما كانش بيخاف، كان قلبه حديد، ولا أنت تعرفه كده معرفة سطحية؟ لا سطحية مين؟ ده انتيمي، عشرة عمري يا عم. طب يلا إديها. لا أنا تمام، أنا معايا حاجتي. فكك يا عم من الزحف ده وطير. إيه يا عم ده، أنت شكلك لبخة خالص، امسك. أنا نسيتها، ما خدتش بالي وأنا بقى. يلا. أيوة. هو أنا وأنت كده بين على نفس الموجة. لا يا معلم، إحنا على نفس الموجة من بدري يعني. أصلي. طب هو أنت بتقول أحمد قاسم كان بيعمل الحاجات دي برضو ولا إيه؟ أحمد قاسم ده كان معلم. معلم يعني بيتاجر ولا بيضرب بس؟ أحمد قاسم ده كان أجدع واحد يعدي أي كمية من أي حتة زي الرهوان. طب هو كان شريكك؟
الله. ما تجيلي بقى في العدل وتقول لي انت عايز ايه بالظبط. لو عايز تعرف صاحبك احمد قاسم الله يرحمه كان تاجر مخدرات ولا لا؟ كان تاجر مخدرات. انما بالنسبه لي مالكش دعوه. ولو حاولت تثبت اي حاجه فهتضيع وقتك على الفاضي. ريح لي بقى الخلاط ده نجم كده واهدى ونام خفيف. طير. مساء الخير. انا كريم جورج مخرج اعلانات. دي اللي جابك؟ ايه اللي طلعك من جوه؟ ايه مش في ناس مش لازم احييهم؟ ايه مش خش جوه ما تطلعش من جوه خالص. بس يا معلم نزلت من شقه العجوز دي بقى الدنيا بتلف بيا كده كان الاتوبيس خبطني. ايه ده وحش ايه ده انت كده عملت اللي عليك تفتكر يعني على الاقل معانا دليل ضده. امسك بقولك ايه انا هسيبك بقى عشان عندي تلفزيون. تلفزيون ايه ده يا نجم؟ خلاص يا كريم انا قررت اتكلم عن كل حاجه احكي واقول عن قاسم واللي حصل. يبقى انت نويت تفضح الدنيا. شكلها كده يا معلم. القهوه. بقولك يا دليل انا عايزك تجيبي تلج عايزك شويه كمادات كده. تلج وكمادات؟ مش كفايه قلبت المكتب بنسيون؟ دلوقتي كمان هتفتحوا المستشفى؟ بعد كده نديني قول لي يا نرس دال. نرس داليا نرس داليا تعرف النرس داليا النسر داليا والله يا صح. أيها الوطن الصغير الكبير صغير كالعصفور تحلق في سماء الحرية وإن كانت الحرية الآن قفصا يحيطك بالظلم من الجوانب كبير بأحلامك وتستحق أن تكون الأكبر. استاذة سارة منورة المكان كله والله. انا قلت اجي انفعكوا بدل ما انتوا مش لاقيين تاكلوا. نعم تنفعي انت مش شايفه ولا ايه؟ ده المكان ما فيهوش رجل المخلوق. ده لولا انت صاحبتنا ما كناش نحتاج الترابيزه دي. وبعدين حضرتك عامله ريزرفيشن؟ ياه قاعده بتكتبي ايه؟ خواطر بتيجي كده في دماغي فبكتبها. سلام. طب وانا اسمي مكتوب في الخواطر دي؟ لسه بس شكله كده هيتكتب قريب بس انا بكتب عن كل الناس اللي اعرفها. طب وبتكتبي عن مين دلوقتي؟ عن قاسم. قاسم بتاعنا؟ اشمعنى؟ بحس ان احنا شبه بعض في حاجات كتير. اتولدنا في وقت المركب بتروح بينا يمين وشمال. محدش عارف المركب دي رايحه فين. في ناس عايشه فوق المركب بتحاول تقدف وتعافر في وسط الظروف دي. وفي ناس عايشه في بطن المركب كل اللي بتعمله انها تسهر وتحب وتخرج بس. الكلام الكبير ده. طب واحنا بقى في بطن المركب ولا على سطحها ولا ايه بالظبط؟ على فكره مش شرط ان كل الناس تبقى وحشه. حسب يعني بس في ناس كتير كويسه مش عارفه ان هي كويسه. طب ممكن اقرا بقى اللي انت بتكتبيه؟ لا طبعا انا الوحيده اللي بقرا الكلام ده. انت الوحيده اللي بتقريه ما بتكتبيه ليه؟ يبقى قلته احسن كانك بتتكلمي في المرايه. طب حاجه كويسه جدا انك تقولي الكلام قدام المرايه عشان هتبقى بتقوله لنفسك ولما تصلح من نفسك هتعرف تغير كل اللي حواليك. يا سلام انا اللي اعرفه ان اللي بيكلم نفسه في المرايه ده يبقى مجنون. ايه ده؟ صراحه والله كريم بقول لك ايه؟ انت لازم تمشي بتاع الشيشه اللي عندك ده. اهدي 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 اقعدي اقعدي اهدي يا فرح. ما عادي اهو ده وضع عبيط بيجيب لي الشيشه مفحمه انت فاهم؟ مشيه. طب حاضر اهدي. مين ده اللي يمشي؟ انت عارفه الراجل ده ظروفه ايه ولا عايش ازاي؟ انت بتتكلمي ازاي؟ بقول لك ايه؟ لو عاجبك اخطبيه خديه كليه لكن الواد لازم يمشي. اهدي يا فرح احنا في المكان عيب. ما تيجي نحط كده في نفس الظروف ونشوف مين هيبص لك ولا هيعبرك اصلا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ما انت طلع لك صوت اهو يا حلوه. ما الايجا والقطط اللي انت معيشانا فيه ده تمثيل؟ عيب يا فرح ما يصحش، ايه المشكلة؟ شيشة مفحمة هجيب لك واحدة تانية على حسابي يا ستي ولا يهمك. طب تخيل بقى أنا كنت بهرج على الواد المعفن اللي عندكم ده، بس عشان خاطر ست صفية زغلول هانم الواد ده هيمشي ودلوقتي وحالا أنا هروح أتعب. اهدي يا فرح أنت زودتيها قوي في إيه؟ وأعمل لك إيه عشان كل ده؟ إيه بقول لك إيه؟ هي علشان عاجباك هتخليها تخش كلامها عليا؟ لا مش هتخش. الله فرح مسك نفسك شوية. أنا ماسكة نفسي فيها أنت عشان بتعمل إيه فيا؟ إيه يا سارة أنت كمان هتمشي ولا إيه؟ مش هتمشي. روح شوفها عشان ما تمشيش لوحدها. اتفضلي. روح شوفها يا حبيبي. هدي بقى. أنا محدودة أهو في إيه؟ إيه عيال صغيرة؟ استاذ كريم انا اسف على اللي حصل. حصل خير يا حماده حصل خير. معلش معلش عرفت بقى مين اللي في بطن المركب اللي انا كنت بتكلم عليهم؟ دي عبيطه والله دي عبيطه هي بس شعنونه شويه بس هي طيبه. مش هي اللي طيبه يا كريم الراجل الغلبان ده هو اللي طيب. يا ساره مش ساره عايز الالوان بتاعتي
مين اللي أخدها يا حبيبي؟ كريم، كريم هو اللي خدها. طب تعالى نشوف كريم أخدها ليه. طارق عبد الستار الشمالي، 31 سنة، أهله مسافرين السعودية، محامي. كل الكلام ده احنا عارفينه. ستة شارع المطبعة المنيرة. خد دي. كان يقوم بالتظاهر. في 1/5/2002 انضم للمظاهرات المؤيدة للانتفاضة. ليس له علاقات خارجية. هات من الآخر. كل الكلام ده احنا عارفينه. قول لي كان بيعمل إيه في مكتب القناوي. طارق الشمال يا سيدي كان بيكتب مرافعات القناوي في القضايا التالية. قضية رشوة الكهرباء بتاعت المعادن. قضية رشوة القناطر. قضية فساد تالتة. ده كله رشاوي وفساد. أكيد كله كان بيطلع براءة. الواد ده شكله شاطر في الحيلة. حاوي يعني. بس جاب المناضل ده إيه؟ تمثيلية؟ تفتكر توصل بيه لكده؟ ليه لأ؟ فرصة يلمع نفسه وينور قدام الناس. أو ممكن بيطهر نفسه. بس ما تنساش إن هو اللي عرض الفلوس على ياسر. لا، عرضها في وقت كان فاكر انه بيعمل الصح. طالما انت شايف كده ما تجيبوش نعلقه. لا، اللي عامله على الفيسبوك هو هيعلقه كده كده. بس ما يمنعش ان نروح نشده. انا هروح. طب في موضوع كده كنت عايز اقول لك عليه. في كلام ان خالد نشأت احتمال يرجع مصر ويسلم نفسه للنيابه. مين اللي قال لك كده؟ حبايبنا اللي جابوا لنا الورقه. اكيد هيطعن في الحكم ويطلب يستأنف. هو مش معقول يتحبس برضه؟ لازم يتحاسب، مش بالسجن، بالاعدام. شريف انا اسف، انا ما كنتش اقصد. مش غلطه، انت مش غلطه، انت مش غلطه. النظام كله غلط. انا عايز اذن الكبس على سقاره. ايوه بس رشاد مش هيوافق. مفيش حاجه اسمها كده. انا عايز اخش سقاره والم العيال دي. انت معايا مش كده؟ ودي عايزه سؤال يا شريف. يبقى نعمل ايه؟ بص، احنا لو عرفنا نجيب دليل من المكان ده ساعتها الدليل هيبقى في ايدنا ونقدر نشمعه. الو، ايوه يا باشا. مين؟ طارق الشمرلي؟ انهي قناه؟ ماشي ماشي. ايه في ايه؟ صاحبك فاضل طالع في التلفزيون. نورنا يا استاذ طارق. اشكرك جدا. اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. تمام. مالك في حاجه ولا لا؟ لا مفيش. طيب تمام. انا عايز حضرتك تقول كل حاجه بصراحه. ان شاء الله. دينا كل المعلومات اللي حضرتك. ان شاء الله خير باذن الله. بشكرك جدا. بشكر حضرتك. بشكرك. 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 يلا يا استاذه ستاند باي. ستاري احنا كلنا بنحبك وكلنا معاك. ربنا يوفقك. ربنا يخليك. اشكرك. يلا. أكشن. معنا ومعكم المحامي الأستاذ طارق الشمال اللي خد المبادرة الحقيقية في موضوع الفيديو المنتشر على الإنترنت بخصوص حادث الشاب أحمد قاسم. إيه الموضوع يا طارق؟ والله الموضوع يا فندم إن أنا يعني أنا جاي لسعادتك هنا عشان صوتي يوصل للناس كلها. الموضوع مش موضوع الشاب مات في حادثة، لأ. زي ما شفنا في الفيديو إن حصل اشتباك ما بينه وما بين الأمن فأدى لوفاته. فده اللي إحنا بنتكلم فيه. وحضرتك قدمت بلاغ للنائب العام بكده؟ انا فعلا قدمت بلاغ. اثبتي على كده. لكن مش ضد وزاره الداخليه ولا بتهم عموم العام. على فكره بقى كده هو الحرام. انا كمان عايز انا بقول بس ان المزمن بس عايز اسمع ايه حكمة. لازم المواطن المصري يحس انه ممكن ياخد حقه في اي وقت وفي اي مكان. بس على حد علمي والناس كلها تعرفوا ان احمد قاسم اتورط في قضيه مخدرات. تاكد كده احسن تكون هي المتهمه. هي مسامحه قالت هتخطفها عندها ساعتين دول. حاضر. ولسه التحقيقات شغاله. وبعدين ايا كانت نوع القضيه ايه، مفيش حاجة في الدنيا دي كلها تخلي واحد بني ادم طبيعي مصري يموت بالطريقة دي، بطريقة بشعة محدش ممكن يستحملها أبدا. المتهم بريء حتى تثبت إدانته وده القانون. وبعدين أيا كانت القضية إيه، مينفعش بني ادم يموت بالطريقة دي، طريقة بشعة.
وحكايه الجروب اللي على فيسبوك دي. احنا فعلا عملنا جروب على فيسبوك باسم المواطن اكس. اكس ده الاسم المشهور بيه احمد قاسم وسط اصحابه. حضرتك باختصار شديد لو شلنا كل الاسامي من خانه البطاقه هنتساوى كلنا في كل حاجه وهنبقى المواطن ده المواطن اكس. ازي حضرتك عامل ايه؟ انا معجب بيك جدا قوي قوي. ربنا يخليك. كويس جدا النهارده في البرنامج. انا بشكرك جدا والله. بجد لازم تشرب حاجه النهارده. يعني مصمم يعني؟ طيب يعني مصمم يبقى قهوه يعني. ماشي تمام حضرتك. والله يعني انت مش ده حاجه حلوه جدا. يا نجم يا رافع راسنا. ربنا يكرمك ربنا يكرمك. انت مش فاهم انا فرحانه بيك ازاي؟ ما تكسفنيش بقى فيني بقى. بس انا قلبي حاسس ان احنا هنوصل المره دي، حاسس. ان شاء الله. بقول لك ايه؟ انا قابلت شوقي حسين. ها قال لك ايه؟ قال لي ان قاسم كان فعلا متفق معاهم قبل ما ادخل معاه في موضوع الموتوسيكلات ده على اساس ان احنا يعني هيبقى معانا توكيل فتره وبعد كده هو هيدخل الموتوسيكلات معانا بنسبه. ايوه يا ليلى بس فين العقد اللي يثبت الكلام ده؟ بلح مفيش. الباشا بيقول انه ما كانش محتاج عقد على اساس ان السوق والبلد كلهم تحت عينيه. شوي 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 انا مش عارف الراجل ده طلع لنا منين. مش مهم طلع لنا منين، المهم انه ممكن يكون السبب في اللي حصل لقاسم. ليلى تفتكري لما احمد جالك وكلامك في موضوع الموتوسيكلات ده ما جابش سيره واحد اسمه مودي؟ مودي ده مش بتاع سقارة؟ تعرفي؟ لا ما اعرفوش والله. ما عارف اقول لك ايه والله يعني مش عارف والله. انا تحت امرك. ربنا يخليك. يعني ما اعرفوش بس شريف الضابط ده سالني عليه. الواد ده من عيلة عبد الفتاح رجب. استنى افتكرت ده اللي باع المعلومه بتاعت الجمارك لاكس. حلوة قوي. قولي لي بقى تعرفي عنه ايه؟ احمد انت فين كل ده؟ انا بكلمك كتير ما بتردش عليا. مش عايز اكلم حد. احمد على ايه كل ده؟ ما احنا كلنا بنتنيل في حياتنا، هتيجي انت اللي هتضعف فينا. مش ضعف دي مهانة. انا خلاص مش عارف اعمل ايه، والله العظيم ما عارف اعمل ايه. اخويا اللي فاضل له كام اسبوع على امتحاناته ده ذنبه ايه؟ ابويا بهدلنا قوي يا ليلى. بهدلنا قوي. هدنا. بقول لك ايه؟ الوقت بيجري وانا بجد محتاج نبتدي مشروعنا اللي قلت لك عليه. لو ليا معزه عندك انجزي في القصه دي. انت ليك معزه عندي يا احمد. وانا وعدتك ان انا افكر في المشروع. الوعد ما عادش ينفع يا ليلى. انت الوحيده اللي تقدري تبيعي القهوه. لو سمحتي بأي هواتي الفلوس نشتري بيها موتوسيكلات. صدقيني القصه دي مستحيل تخسر. انا قلبي مش مرتاح للموضوع ده يا احمد. يا ليلى فهميني. انا عارف كويس انا بقول لك ايه؟ وبعدين الموضوع ده مسلوب من ناس تقيله. ايه الكلام ده بقى؟ بالراحه كده. الموتوسيكلات اللي في المخزن اصحابها سابوها وهربوا. احنا هنشتريها بسعر ميت وهنبيعها ونكسب فيها بس كده. وبعدين من الاخر بقى الموضوع ده كله انا واخده من واحد من عيله عبد الفتاح رجب بتاع مجلس الشعب. انت بتجيب الناس دي منين؟ يا ست احنا مالنا ومال الناس؟ مالنا ومال الناس؟ احنا هنشتري وهنبيع محدش له عندنا حاجه. مفيش حاجه بتيجي ببلاش يا احمد. أكيد مودي وشوقي دول كانوا متفقين مع بعض في موضوع الموتوسيكلات، وهي دي الشراكة اللي قالك عليها شوقي. ليلى، اللي عايزك تعرفيه دلوقتي إن مودي ده تاجر مخدرات. ماشي أنا موافقة معاك، بس أنا برضه متأكدة إن الموضوع ده متلفق لقاسم. يا جماعة إحنا بنحاول نوصل خيوط ببعض، حياة قاسم كانت متلخبطة، إحنا بنحاول نجمع الصورة. أنا حاسة إن حسام عارف وبيكتب. صحيح هو فين حسام أصلاً؟ معرفش كان عندي ومشي من يومين، مشي زي عملته بس ما رجعش. هو ممكن يكون هرب؟ لا 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 ما أظنش ما أظنش. مدام صور. جرايت حضرتك. شكرا خليك باقي عشان ميرسي. ايوه يا ست ما انت لازم تشوفي نفسك انت كمان. طب تصدق انت بقى العريس النهارده اتفضل يا شيخة. لا ايه ده؟ في ايه؟ خليه يسلم نفسه. ايه؟ فين؟ اهو. محمد السلام عليكم يا بابا. سلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك عايز حاجة مني قبل ما انام؟ ماما عرفت حاجة على البرنامج؟ لا 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 طمن ما تقلقش. كويس. أنت بقيت بتأخر كتير قوي بره اليومين دول. ماما بقت بتقلق عليك. أنا آسف يا بابا والله مش قصدي بس عادي يعني بخرج مع أصحابي. ومين أصحابك دول بقى؟ ناس معايا في الكلية. هو هيكون موضوع الفيديو بتاع أخوك لسه مأثر فيك. أكيد. بابا أنا ما بعرفش أنام. بعدين بصراحة بقيت حاسس إن إحنا كلنا كنا سبب.
السبب في ايه يا ابني؟ ربنا ينتقم منهم. بابا حضرتك عارف كويس قوي انا قصدي ايه. مين اللي طرده من البيت؟ مين اللي خلاه يمشي؟ انا ما طردتوش، انا واجهته بالحقيقه زي اي اب ما بيواجه ولاده. انهي حقيقه دي يا بابا؟ انهي حقيقه؟ انه كان فاشل، انه ما كانش عارف يعمل اي حاجه في حياته. انا ما قلتش عليه فاشل، بالعكس انا سبته يعمل كل اللي هو عايزه، بس كان لازم انبهه ان الشخص اللي بيحط ايده في ايده هو نفس الشخص اللي دمر حياتنا. حضرتك تقصد طربيني؟ ايوه، محمود الطرابيلي كان لازم يعرف الحقيقه دي. اشمعنى انت بالذات اللي بتعمل كده يا بابا؟ ما كنتش اعرف، اقسم بالله ما كنت اعرف. لا اله الا الله، لا اله الا الله. طب ممكن تهدي نفسك بس؟ اهدي نفسي ازاي وانت بترمي نفسك في التهلكه يا اخي؟ مالها شغله الموتوسيكلات؟ ما كانت كويسه يا بابا. نسبتي في موضوع الموتوسيكلات ده كانت ولا حاجه، يا دوبك دروس محمد على الاكل والشرب اللي في البيت وشكرا. لما انا لما عملت موضوع الكامب ده عملته عشانك انت، عشان احقق لك حلمك. غلط غلط، قلت لك ما تحشرش نفسك في حاجات مالكش فيها يا اخي. خلاص احنا فيها، انا هرجع لك الارض. مش هم سرقوا منك ارضك، انا هرجعها لك تاني. يا ابني انت كده مش بترجعها. صدقني برجعها، انا هرجعها بطريقتي. الراجل ده ياما سرق اراضي من البلد، هنوقعه، هعمل اي حاجه ان شاء الله اولع فيه وفي الارض وفي الدنيا كلها. لازم احرق قلبه زي ما حرق قلبك يا بابا. حضرتك عايز تقول ان احمد كان عايز يكشف الطرابيلي؟ يبقى اكيد هو اللي حط له المخدرات ولبسه القضيه. الله اعلم يا ابني، الله اعلم. شوف محمد، بين الصح والغلط شعره، عشان كده الواحد لازم يفكر ويتدبر، لان احنا دايما بندور على مبررات لتصرفاتنا. مش عايزك تظلم نفسك او تظلم اخوك او تزعل منه. انا مش زعلان منه يا بابا، انا زعلان عليه. والاستعباد الى متى؟ اهو بيشرف اهو. لسه شايف اعلان سامنا انما ايه؟ ده كان وحش قوي. اكيد هو اللي عمله. طبعا هو اللي عمله، مين هيعمله غيره؟ خلصت استاذ رافع يا عسل انت وهو؟ ايه ده يا حبيبي؟ ده انت جايب لي هديه، انا كنت حاسس برضه. حبيبي كيمو. ده انا صاحبي. يا جماعه اهدوا اهدوا. اتفضل. عايز اقول حاجه. اتفضل. مؤخرا كده كنت اتعودت يعني ان انا اقرا لاحد الكتاب الموهوبين بشده ومتنبئ ليها بمستقبل عظيم وباهر، فقررت انا ان اشتري الى زوجتي حبيبتي التي بموت فيها جهاز لابتوب جديد من النوع الحديث جدا جدا حتى تتمكن حتى يتسنى لها. ايوه اتفضل. حتى تتمكن من نشر ما تكتبه يوميا من خلال صفحات التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر. لابتوب يا حبيبتي. حبيبي جمال ده، جمال ده. وشين ايه؟ انت اتجننت يا ابني؟ في ايه؟ انا اتجننت؟ انت كذاب على فكره، انت مصاحب الواد دودي وشلته، بمرض انك كنت سهران عندهم في البيت امبارح، مش كده ولا ايه؟ طب اهدى،
اهدى وبلاش عبط، انا مش ناقصك. لا مش اهدى، مش اهدى غير لما تقول لي بينك وبينه ايه. اتكلم قول يا ابني. الواد ده ولا صاحبي ولا اعرفه، كل الحكايه اللي انا عرفت ان هو صاحب قاسم، فقلت افهم ايه الحكايه منه بس. طب دي علاقته باحمد قاسم؟ علاقتك انت بيه ايه يا ابني؟ وانا اقول لك طور تقول لي احلبوه. سمعت ان هو بيقول انه شريك احمد قاسم في المخدرات، فروحت عس على الموضوع، بس هي دي الحكايه. اهدى بقى اقعد. وبعدين انت مين اللي قال لك ان انا كنت سهران عنده امبارح؟ مراته اللي قالت لي. يا ابني تعرف الست دي منين؟ يا سيدي مش مهم منين، المهم دلوقتي انا عايز اوصل له. هتوصلني ليه ولا لا؟ مش هوصلك لحاجه غير لما افهم. عايز تفهم ايه؟ افهم انت عارف مراته منين؟ يا سيدي الست دي تبقى امي. امي امي امك. في كل شارع وفي كل حارة، ناس غنية وناس حيارة. في كل شارع وفي كل حارة، ناس غنية وناس حيارة. واللي كان ساكن في حارة ونفسه يسكن له في عمارة، فجأة يلعب بالفلوس وتسأله يقول لك شطارة. حكايتنا تغيرت أحواله، ولا يمكن يوم ينسى من اللي ضيعها. واللي غني وراح ماله وتغيرت أحواله، ولا يمكن يوم ينسى من اللي ضيعها. وحس بذنبه وغلطته وتابع عن كل حاجة في حياته ودنيته. واللي خاف من آخرته وحس بذنبه وغلطته وتابع عن كل حاجة في حياته ودنيته.